تلقيها للأستاذ عبد الرحمن مدير مؤسسة رسالة السلام للسنغال، تقدم مداخلة تحت عنوان معالم الهدى والنور من خلال كتاب رسالة السلام للمفكر علي محمد الشرفاء أحمد. أذكر هنا أن هذه الجمعية هي لها امتدادات في سنغال وفي موريتانيا وفي إسبانيا وفي الإمارات العربية المتحدة، ونرجو أن تكون جمعيتنا فوق كل هذه الجمعيات إن شاء الله. مداخلتي هي تحت عنوان معالم الهدى والنور من خلال رسالة السلام، الكتاب المفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي، يعتبر كتاب رسالة السلام رحمة وعدل وحرية للكاتب والمفكر العربي الكبير الأستاذ علي محمد الشرفاء الحمادي، من بين الكتب المرجعية للتبيين الصحيح اللي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى. استاذ الكاتب طبعا الكتاب هو من حجم من ستين صفحة، من الحجم المتوسط، واستهله مقدمة ضافية استهلت بآيتين كلمتين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والآية وإنك لعلى خلق عظيم. بعد ذلك حديث عن السياق العام لتأليف الكتاب الذي يأتي في وقت تكالب فيه المتعامل على رسالة الإسلام الحقة، وعن شعور الآيات تتعارض مع القرآن وسماحة الدين الموثقين وقت الرسالة الإلهية إلى مرجعيات متناحرة ومتصارعة من خلال ترسيخ وإعلاء الخطاب الديني على الخطاب الإلهي. بالغة الأهمية يأتي فصل افتتاحي تحت عنوان القرآن والسنة، يستهله المؤلف بالقول لقد فلغ الله الرسول عليه الصلاة والسلام برسالة إلهية يبلغها للناس، وهي منهج للحياة البشرية وخارطة لطريق الإنسان في الحياة الدنيا، جمعت بين التشريع والعظات والعبر والأخلاقيات وأسلوب التعامل بين الناس على أساس من الرحمة والعدل والإحسان، وشأن التقوى هي الرقيب على تصرفات الإنسان، ومدى تفاعله مع المنهج ابتعد عنه مضل الطريقة والقواعد التي حددها الخالق للإنسان أن يتبعها. وخلص الكتاب بالقول أن حديث الله وقوله والعمل والسلوك هي أخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم. من الحديث حديث الله وقوله والعمل والسلوك هي أخلاقيات الرسول عليه الصلاة والسلام. ويستدل المؤلف على ذلك بقوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، الآية 21 سورة الأحزاب، مبينا أن الأسوة هي القدوة، ولم تكن القدوة بالأقوال على الإطلاق، ولكن القدوة بالأفعال والأعمال والسلوك. ويواصل الكاتب تلك كانت سنته وأفعاله وسلوكه وعملته وعدله وإقامته للشعائر في عباداته لما يرضي الله، متبعا آياته ومتمسكا بكتابه تطبيقا لقوله سبحانه وتعالى واستبصر بالذي يهدي إليك من ربي إنك على صراط مستقيم. وهي بارقة الأمير المكتب الإسلامي الراشد وخطوة كبرى في إطار تجديد الخطاب الإسلامي، ويأتي في وقت أحوج ما تكون به الأمة إليه ومن الملح بجميع ما يتصدى. وأختتم مداخلتي بالشكر الحضور الكريم والدعاء لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ووالده ونصره الصحة والسلامة والعافية وطول العمر، وأقر رحمه ولي عهده الأمير مولاي الحسن ورسالة الأسرة الشريفة رسالة بعد الأسرة الشريفة حفظهم الله ورعاهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.